لتقديم كوتش فيتوريا بعد المؤتمر الصحفي لتقديمه. برحب بيك يا محمد. شكرا يا لينا، وطبعا كل التحيه لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، واكيد بعد ما كل مشاهدينا تابعوا وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، يعني بيسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشره الكابتن حازم امام. كابتن حازم طبعا برحب بيك، وانا اولا عايز ابدا بعيدا عن الاسئله بالاحترافيه اللي احنا شايفينها، سواء في التنظيم سواء في اللي احنا بنشوفه من بدايه الملف وتولي حضرتك الملف، وطبعا بمساعده كل اعضاء الاتحاد، ولكن كمدير ملف بشكرك. حتى المشهد اللي احنا شايفينه في الفندق اللي اقيم فيه المؤتمر، الطريقه الاسلوب النظام حقيقي يعني امر جيد جدا يليق باسم الكره المصريه، فده حبيت ابدا بيه الاول. بشكرك والله، بشكرك شكرا جزيلا. كويس انك اثرت موضوع المؤتمر ده، ان بجد بجد عايز اشكر برزنتيشن طبعا شريكنا في كل حاجه والراعي بتاعنا. احنا امبارح قعدنا مع بعض اجتماع مطول، الناس في ثانيه عملت الشكل اللي انت شايفه بالليد سكرين بالباك دروب بالشكل الرائع ده، في تنظيم الحاجات دي كلها صعبه انها تحصل في يوم. فبشكر برزنتيشن بجد، الناس في ظهرنا وبيعملوا احسن حاجه نقدر يعملوها لينا، فبشكر كل الاعلاميين اللي شرفونا النهارده، وكان مظهر حضاري فعلا لشكل الكره المصريه مع مدرب جديد. وبشكركم طبعا كأون، طبعا انا واحد من العيله دي، فببسط جدا وبفخور ان انا معاكم دايما. يا رب يطلع ان شاء الله باذن الله مستر فيتوريا، راجل محترم جدا واسم كبير قوي في اوروبا. والحاجه الحلوه اللي عايز اتكلم فيها على روي، ان هو صغير في السن. روي ممكن يشتغل في فرنسا، ممكن يشتغل في انجلترا، ممكن يشتغل في البرتغال، عنده عروض كتيره في اوروبا، يشتغل في انديه في الدرجات الاولى. فانت جايب مدرب مطلوب، مش مدرب مثلا كان من 10 سنين كويس، او مدرب كان من 10 سنين بيحقق. انت جايب مدرب عنده طموحات وجاي له عروض كتير جدا انك تجيبه مصر. علمي كان عنده عرض للفت لمنتخب في كاس العالم ايران تقريبا، فهو ان يجي لك هنا ده يدل ان مصر كبير قوي يا جماعه. وفرقه فكره دايما او الفتره اللي فاتت، يعني كان في ماتشات يقول لك المنتخب مش لاقي مدرب، بيدوروا على مدرب ومحدش عايز يجي. مصر كرة القدم، مش هقول مصر، كرة القدم المصرية كبيرة جدا، وأي حد يرتبط اسمه بكرة القدم المصرية بيبقى بتكبره مش بتقلله. إن معاك واحد زي محمد صلاح كابتن كبير جدا، هو مدرب وكابتن منتخب مصر، حاجة كبيرة جدا لمدربين كتير إن هو عايز يتعامل معاه، والنني والأسامي اللي موجودة عندنا. الكرة المصرية بتاريخها كبيرة جدا جدا، تخلي أي حد نفسه إنه يدرب منتخب مصر. فانا مبسوط ان الحمد لله وصلنا مع روي بشكل كويس قوي 4 سنين. انا بس اطالب الناس انها عندنا في القناه او في قنوات كثيره او الناس على السوشيال ميديا دايما يتكلموا على فكره ما تحاسبوش الناس بالقطعه، ما تحاسبش الناس بماتش بماتشه، ادي للناس زي ما في اوروبا وزي اليو سي سي في السنغال بقاله 7 سنين، احنا عايزين فاحنا جايبين واحد 4 سنين، ادوا له الفرصه. ممكن الماتش الجاي ما يلعبش كويس، ما تقولش ده ما عندوش فكره، ده يا عم ده ضايع. لا، لسه احنا بنبني ولسه هنقع شويه ممكن تشكيل يبقى غلط، وممكن، لكن هو بيبني لقدام 2-3 قدام. وانا متفائل بيه جدا، راجل من اول ما مضينا العقد بنتكلم مع بعض في التليفونات، عنده كل الداتا، خدها اشتغل على 3-4 سنين لورا، كل اللعيبه اللي جت منتخب مصر خد الداتا بتاعتهم لمده 3 سنين لورا، خد منتخب اولمبي، منتخب 2003 بيشتغل بيبص عليهم دلوقتي، اللعيبه اللي عايشه في اوروبا اللي بتلعب بره. فمش اللي هو يعني ساكت او لا، من اول يوم وهو متابع بيشتغل على نفسه، بيشتغل على الفرقه، بيشتغل على المستقبل. فيا رب ان شاء الله التوفيق يكون جانبنا يعني باذن الله. حضرتك طلعت واتكلمت قبل المؤتمر الصحفي عن تفاصيل التعاقد، واتكلمت في كل الامور دي، ولكن الان في انطباع اخر، انطباع بعد ما الراجل نفسه تحدث وناس سمعت طريقه تفكيره، طريقه ردوده على الاسئله، وضح البلان اللي عايز يشتغل بيها في الفتره اللي جايه، اعتقد الانطباع الان اصبح مختلف. شايف ده ازاي امام الجماهير اللي تابعت النهارده المؤتمر؟ فبالتالي بقى عندها يعني انطباع خارطه عن المدير الفني والجهاز، من خلال كمان حضرتك وضحته دلوقتي ان هو اشتغل على ملفات كتيره لمدد كتيره، ومش بس انت متفائل، كلنا حقيقي متفائلين يا رب ان شاء الله. يعني بص انا اتكلمت معاه، فانا رد فعلي عليه انا مرتاح جدا. هنشوف النهارده بقى بعد المؤتمر، انتوا طبعا في الاستوديو، انا ما اعرفش مين في الاستوديو دلوقتي قاعد، رد فعلهم هيبقى عامل ازاي. لكن انا متهيألي زي ما انت قلت ان كلامه منظم ومتسق مع نفسه بشكل كبير جدا، ما فيهوش طموحات كبيره وما فيهوش تقليل، هو بيتكلم على واقع وعلى ارض صلبه نشتغل عليها ازاي، وهو على فكرته يشتغل ازاي على الفتره اللي جايه مع الانديه والمنتخبات، دي مهمه جدا.
فزي ما بقول بس بلاش يعني نتمنى المره دي الامور في التحليل والانتقاد تكون على مهلنا، مش حاجه سريعه، يعني انه ناخد وقته ويشتغل، لان هو بيشتغل 4 سنين، فهو مش عايز دلوقتي الماتش الجاي يكسب، هو عايز يكسب البطوله افريقيا، عايز يكسب الكاس، يوصل كاس عالم، فدي الحاجات دي كلها هتاخد منه ان هو هيجرب كتير، هي ممكن يشوف لعيبه صغيره، الله اعلم، انا ما اعرفش تفكيره لسه، ما اتكلمناش في الديتيلز قوي، لكن اكيد هيشتغل على كده. فممكن الحاجات دي في الاول تقع منك حاجه، تعمل حاجه، يبقى الانتقاد بس على قد ان الوجهات النظر في مساحه الوقت دي، مش على المشاعر ان هو لا يا عم ده مش عارف ايه، لا ده خلاص نديله وقته يعني. طيب في نقطه يمكن البعض ممكن يشوفها عاديه، لكن هي في مضمونها نقطه مش سهله، حته انه انا تواصلت مع محمد صلاح، ولكن ده امر بيني وبين اللاعب او بيني وبين كشخص، انا بتكلم عن الجمعيه، ما بتكلمش عن شخص او نجم فريق او ككابتن فريق. ده يعني ايه؟ وخصوصا ان هو اعتقد انه بيدرب منتخب كبير، فبالتالي مش نجم واحد. ده يعني ان هو بيتكلم على فكره المجموعه والجماعيه، وان اللعيبه كلها بالنسبه له مهمه. طبعا هو عارف قيمه صلاح، وعارف ان صلاح احسن لعيبه العالم، بس هو عايز يدي في مسج ان كل اللعيبه مهمه بالنسبه لي. انت عارف لعيب الكوره ممكن يقول لك انا مش عارف، كل واحد بيشوف نفسه كويس، كل واحد بيشوف نفسه احسن حاجه في العالم يعني، ولازم المدرب يدي ان التيم ورك هو الاساس ده في اي حته في العالم يعني، مش بس عندنا في مصر. فهو خد باله من دي واخد باله منها، هو عارف قيمه صلاح طبعا، وعارف صلاح ازاي قيمته الفنيه، لكن هو في نفس الوقت عايز يبين او يدي في مسج ان كل الناس مهمه، اللعيب الكويس هيبقى مهم بالنسبه لي بشكل كبير. اخر حاجه واخر سؤال بالنسبه لي، المدربين المصريين او المساعدين المصريين هيكونوا موجودين معاه، هل واحد او اثنين، ومين من الاسماء المطروحه، ومدير المنتخب او مدير الاداري، هل هيكون في شخص كل الجهاز الطبي ايضا وبقيه الاجهزه؟ الجهاز الطبي مكمل زي ما هو، الدكتور ابو العيلة راجل من احسن الناس اللي عندنا بصراحه، هايل يعني. محمود سليم برضو محل الاداء مكمل، احنا بس فكره المدربين هنشوفها يعني، هو راجل قاعد النهارده وبكره هيتفرج على الماتش وهيسافر، وهيجي على اول الشهر بقى مع بدايه عقده، ساعتها هنكون حددنا وقررنا ايه اللي هيحصل ان شاء الله، ان كان على المستوى الاداري، مدير الاداري، او على المستوى الفني يعني. يعني في مدير اداري، عشان الناس بس بتلخبط فين مدير منتخب ومدير اداري، المسمى يعني. هو مدير منتخب، احنا ما قلنا مش هيبقى في مدير منتخب بالمسمى او بالشكل القديم، انا وبركات مشرفين بشكل كبير جدا، لكن هيبقى في حد اداريات المنتخب، لان احنا محتاجين حد يتابع المنتخب، ماتشاته، الرانكينج بتاعته، الماتشات الوديه، كل الحاجات دي مع مستر روي، هو اللي بيبقوا دايما مع بعض فيها يعني. مش موضوع فكره ان واحد يحجز اوتيل لا، مش ده بس الهدف، ده الحاجات دي سهله، لكن انت بتتكلم على الحاجات الفنيه الاداريه اللي جوه المنتخب، يبقى في دايما حد عامل فولو اب لكل حاجه يعني، ده اللي بنتكلم فيه يعني. شكرا كابتن حازم، بالتوفيق للمنتخب. شكرا لينا. اكيد يعني دي تصريحات الكابتن حازم امام، اكيد زي ما تابعتوا كل الساده المشاهدين تابعوا وقائع المؤتمر الصحفي، اكيد كلنا متفائلين وكلنا بندعم منتخبنا الوطني ان شاء الله في المرحله المقبله. لينا من هذه التصريحات تعود الكلمه لك الان. مشكورة جدا مع زملنا العزيز محمد طه، يعني اوفتنا كده بكل ما هو جديد عندك، واكيد بنتمنى التوفيق لكوتش روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الجديد، ان شاء الله تكون فترة جديدة مليئة بالانجازات لمنتخب مصر بكده.